السلام عليكم. هذا السيد هذا اللي الله يرحمه الله يوسع عليه، حتى تفاجئنا. هذا جا الشرطه العلميه قال لك السيد توفى في الدار ديالو انصحني. السيد كنعرفو والله عمار دار، راجل مزيان، راجل طيب، كيدوز كيقول لنا السلام، ما عمرنا شفنا منه شي حاجه ديال العيش. اخر مره شفت دابا شي 3 ايام ولا 4 ايام داز من هنا قال لنا السلام عليكم. الحاله ديالو مزيانه طبيعيه، كيدوز كيقول لنا السلام. السيد الله عمار دار، الله عمار دار. تفاجئنا من اللي سمعنا، هو هذا تفاجئنا. ديك العشرة البارحة برا وكنسمعوا أخبار ديال الجار ديالنا عمارة 40، حنا ساكنين في عمارة 41 بالك في الجار برا، كنسمعوا الغابوس ديالنا جينا نشوفوا بغينا هذاك الشيخ هذا السيد خدام في مقاطعة شيخ شنق راسو بعد شنو بانوا لينا الناس ديال رجال الأمن والمطافي وبقينا كنشوفوا على بعيد هادشي اللي وقع. اخر مره شو كنشوفو بلاصي الموتور هاد السيمانه كي بلاصي الموتور عاد هو ما كيبانش في الدم تحت، هو راجل طيب الخدمه ديالو في الدار، ولكن كنشوفو كي بلاصي الموتور ديالو كيطلع. هو جارنا عماره 40 حنا، واخ خويا هذاك الشيء ديال القانون ضروري كياخذ المجرى ديالو. هادشي علاش غادي يخاف؟ القانون تا هو كيبغى يعرف اش كاين، كيفاش الناس واش متعه متعاديه، هذاك الشيء علاش كاين.